ارتأينا يعني عرض ولو بسيط لن يدوم أكثر من 15 دقيقة، وكذلك عرض شريط فيديو موثق للأنشطة التي قمنا بها بالتنسيق مع المؤسسات السجنية وكذلك المجتمع المدني وكافة القطاعات. وشكرا. غنشوفوا الشريط الآن. كذلك من خلال الخطوة الملكية الثانية يبدو على أن هناك تعديل للدور الرأسمال اللامادي وكذلك الحث على تنزيل النموذج السنوي الجديد، وهذا هو رهان المغرب الحالي. كذلك لا بد من الأكيد على أن الاستراتيجية تهدف إلى تنمية شعور المسؤولية، كذلك تشجيع كل يعني المبادرات التي من شأنها إعادة إدماجه، وكذلك الحفاظ على قدراته الذهنية والبدنية والدينية. ونحن نتحدث عن يعني الدستور من المصادر القانونية التي تكرس بحقوق المواطنين بصفة عامة، يعني إعداد استراتيجية عمل مشتركة مع كافة القطاعات وعلى رأسها السجون وإعادة إدماج السجناء، وكذلك فعاليات المجتمع المدني وكافة القطاعات الحكومية والغير الحكومية، والتأكيد على أن إعادة إدماج مسؤولية الجميع. يسري هذه يعني هذه الصورة ومساعدة نزلاء المؤسسات السجنية على إعادة الإدماج. كذلك قمنا بالتواصل من خلال الحصيلة، سنعرض يعني واحد المجهود ولو بسيط ومتواضع في هذا الميدان لمنحهما يعني مالية قدرها في ثلاث أهم ساعات من المؤسسات السجنية، ثلاث أكثر من كل واحد أكثر من المئة أكثر من كل الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.